لذا من سيلعب دور آنا في إنتاج فيلم فروزن لهذا العام فلدينا اقرع الطبول شارلوت ولدور أخت آنا لدينا إمري. ها؟ لا يوجد لدينا أحد اسمه إمري. نعم، الإمري الوحيدة التي أعرفها. انتظري، ماذا؟ كيف حدث هذا؟ إنها لا تأتي إلى هنا. إمري انتقلت للتو، إنها ممثلة رائعة، أعتقد أنها ستكون مصدر قوة حقيقي لنادينا. أو ولا تنسوا، مجلس إدارة المدرسة قادم إلى ليلة الافتتاح، ومدى نجاحنا في تحديد التمويل العام المقبل يعتمد على هذا. لنجعل هذا أفضل عرض حتى الآن. مبروك للجميع. مرحبا شارلوت. إمري، أتعلمين أنا سعيدة حقا لأنك تلعبين دور آنا. أعتقد أنه يناسبك حقا، إنها خرقاء ومحرجة وساذجة. يبدو أنك لن تضطرين إلى التمثيل أبدا. نعم حسنا. مهلا، اهدئي. مهما فعل لا تقومي بإعادة ما حدث في الصف الثامن. أو سيكون الأمر أسوأ بكثير من ذلك، ثقي بي. لا أصدق أنها انتقلت إلى هنا، يا لها من مريضة. أنت لا تعتقد حقا أنها انتقلت إلى هنا فقط لتعذبك، هل تعتقدين؟ أعني لن أضعها أمامها. كان لدي أكبر إعجاب مع ريموند في لينكولن، وفي اليوم الأخير من المدرسة كنت سأخبره بما شعرت في كتابه السنوي، لكن عندما ذهبت للتوقيع ماذا رأيت؟ اعترافها بحبها. لن أنسى أبدا، شاهدتهم يغادرون مدرسة لينكولن الإعدادية ممسكين بأيديهم. قضيت الصيف كله أبكي وأتناول آيس كريم. اعتقدت أن حياتي انتهت. صحيح، لكن فاتك أحد التفاصيل الصغيرة جدا. أنك رميتها ببالونات الماء حتى تغمريها بالماء. حسنا، استحقت هذا. هيا شارلوت، كان ذلك منذ زمن بعيد. بالإضافة أنت لم تعودي تحبين ري بعد الآن. نعم، أعتقد أن هذا صحيح، كما أن لدي الآن نسخة مطورة منه. لدي الحالم، العيون الزرقاء، الشعر الأشقر. زاك، لو سمحت. لابد أنها تمازحني. مرحبا شارلوت، أنا سعيدة لأنني صادفتك. كما تعلمين كنت سأطلب منك إذا كنت تريدين التدرب يوم الجمعة. أو آسفة، نسيت ذلك، سيأخذني زاك للخارج يوم الجمعة. انسي هذا. هذا يعني الحرب. أنت في تدريب مبكرا؟ نعم، أردت فقط الاهتمام ببعض الأشياء. أحضرت قهوة للجميع، حتى أنك أحضرت واحدة لأجل إمري. واو، ما الذي تغير؟ لا شيء، لا، أنا فقط أردت التخطيط لمفاجأة صغيرة لها للتعويض عما فعلت مع زاك. شارلوت، لا تفعلي أي شيء. شارلوت، إنه بخير. هل أحضرت القهوة للجميع؟ لقد فعلتها أنت ذا سيدة بريغارد. هذا جميل جدا، شكرا لك. مرحبا بالجميع. هذه لك. شارلوت أحضرت لنا القهوة. هذا لك، تفضل، وهذا هي لك. سنبدأ في خمس تفضل دقائق. أنت. لماذا لا تريدين الخروج واللعب؟ هل تريدين أن أبني رجل ثلج؟ لا، أنا لا أريد بناء رجل ثلج. أنا سأعود قريبا. وإلى أين ستذهبين؟ يجب علي أن أذهب الآن حالا. لا، علينا إنهاء هذا المشهد أولا. نعم، كما تعلمين لا أعرف كيف سارت الأمور في نادي دراما في مدرستك، لكننا هنا لا نقوم بترك المشهد في منتصفه. إن حالة طارئة. استريحوا قليلا. لقد بدأ هذا الصوت حقا وكأنه حالة الواقع بوارد. خذوا وقتكم أميري. من الأفضل أن تنظفي كل هذا. نظرتها كانت لا تقدر بثمن. لا أعلم، أشعر وكأنكما يجب أن تتحدثما عن الأمور وتكسر هذا التنافس. أشك بأن يحدث هذا بعد هذه الحادثة الصغيرة. أشك في أنها ستظهر وجهها في المدرسة مجددا. لقد فزت بالفعل. حسنا،
هذه الفتاة تشبه الطفح الجلدي الشديد، لا يمكن التخلص منها. هاي إيميري، هل أزلت تلك البقع البنية من سروالك؟ كنت قادرة على ذلك، شكراً لإهتمامك. آه بالطبع، أنا أحب شعرك، إنه جميل جداً. أترين؟ كانت لطيفة. هذا صحيح، لا شيء تفعله إيميري لطيف أبداً. شارلي؟ لديك شيء ما في شعرك؟ ماذا تقصدين؟ أو يعني لا أستطيع تصديقها. لا بأس، لا تقلقي. اسمعي، يمكنني إخراجها، أنا متأكدة أنها لا مشكلة، أنا فقط تباً أعتقد أني جعلتها أسوأ. لا، آسفة، لا بأس، يمكنني إيجاد شيء ما بك، ماذا علي أن أفعل؟ لدي مقص؟ لا. إذا كنت تريدين، أتعرفين؟ سأجعلها تندم على الانتقال إلى المدرسة، أتعلمين؟ انسي هذا، سأجعلها تندم على ولادتها. أتمنى ألا تفعل هذا. هل هذه الورود السامة؟ طلبت منك أن تقوم بتسليمها، لا تطرح الأسئلة واذهب. Quitting was never an option. Exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop me. Nah, you cannot stop me. هاي، لقد حصلت على زهور. زهور؟ ما هي زهور؟ هذه الزهور السامة؟ Listen at the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life it continues, we're fighting me. But I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throw at me. Talking to God and there's so much he's showing me. Shaping me, growing me, taking me so and sees. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bad like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be. And I do not care if you notice me. آسفة. حسنا، اليوم هو يوم عظيم، لدينا 10 دقائق حتى ستاره. انتظر دقيقة، أين إيميري؟ إيميري، لم أتعرف عليك تقريبا، هل فعلت شيئا لحاجبيك؟ أو انتظري، ليس لديك حاجبين. هل هذا بسببك أنت؟ أتعرفين، انظري، أنا آسفة، اتفقنا؟ ماذا لأساعدك في مكياجك لتعويض هذا؟ يا إلهي، ما خطبك؟ هل لديك أي فكرة عن المدة التي استغرقتها لعمل مكياج؟ بصراحة يبدو أنك وضعته في ثوان. أنت وقحة جدا. مساء الخير جميعا، في غضون لحظات قليلة سيكون لدينا عرض خاص جدا. أنت ذو وجهين. أو هذا جديد، هل أنت من تتحدثين؟ أنا آسفة جدا، سأعود قريبا. لا يمكن أن تكون أنا بدون هذه الباروكة. لا يمكنك أن تكوني ملكة بفستان كهذا. خذي هذا. توقفي. توقفوا، ما الذي يحدث هنا؟ لدينا عدد كبير من الجمهور في انتظارنا. يا إلهي، انظروا إليكما، أنتما القادة، لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تقديم العرض الآن. طوال سنواتي في التدريس لم أضطر أبدا إلغاء العرض، ولكن هذه ستكون أول مرة. هل أنت سعيدة الآن؟ المسرحية لن تحدث. جيد، بهذه الطريقة لن تمثل إيميري فيها. بجدية يا شارل؟ هذا يؤثر على عدد أكبر بكثير منها.
انظري، عمل جميع الممثلين وسيدة بريغر لأجل هذا، وأنت دمرت ذلك كله. الأشخاص الذين بنوا المجموعة صنعوا خزانة الملابس وعملوا المكياج. بالإضافة، أتعرفين مدى خيبة أمل الجمهور لهذا؟ نحن للأسف لن نفعل، لن نكون قادرين على قيام المسرحية. أم ليس لدينا؟ انظري، كلنا لدينا اختلافات في الحياة حسناً، ولكن عندما نكون في نفس الفريق لا زال يتعين علينا العمل معاً، لأن هذا أكبر من أنانيتنا. أعرف ذلك بيكا، لكن أنت تعرفين ماذا فعلت بي. فكري في المسرحية حسناً. كانت أنا وإليسا قريبين جداً، حتى إليسا تركت أنا وكانت باردة تجاهها. في كل هذا الأمر كان هناك سوء تفاهم كبير، لكن استطاعوا اكتشاف ذلك في النهاية وانتهت المشكلة. حسناً حسناً، خذي درساً من هذه المسرحية واذهبي للتحدث إلى أختك. إذا لم يكن الأمر لإيميري افعلي ذلك من أجل الفريق. لماذا تكرهيني كثيراً؟ أنا أقصد هيا، بدأ كل هذا منذ وقت طويل عندما سرقت ري مني. أنت تعرفين كم أحببته شارلوت. لقد أحببت ريموند منذ أن كنا في الصف الثالث، قبلك بكثير. ماذا؟ لا، لماذا لم تخبريني بذلك؟ أنا حاولت، لكن كل شيء كان عنك أنت وماذا تريدين. يعني لم أكن حتى معروفة باسمي، كنت معروفة بأنني صديقة شارلوت. لم أعلم أنك شعرت هكذا، ظننتك فعلت هذا لتنتقمي. أعتقد أنه كان يجب التحدث معك. أستطيع أن أرى لماذا كنت مستاء جدا؟ أعتقد أنه كان يجب علي أن أستمع إليك، وأنت تعرفين ألا أجعل كل شيء دائما يتعلق بي. أنا آسفة جينكس. يا إلهي، أشعر بالسوء. كان يجب أن نتحدث قبل العرض، بهذه الطريقة لن ندمره للجميع. إلا إذا لا تزال هناك طريقة للقيام بالعرض. يعني يمكنني إصلاح شعرك، يمكنني إصلاح مكياجك، وكما تعلمين ربما أصلح فستانك، هذا إذا كنت تريدين ذلك. دعينا نبني رجل ثلج أختي، هيا بنا نقوم بهذا. سيداتي وسادتي، يؤسفني جداً أن أقول هذا، ولكن بسبب بعض الظروف الغير متوقعة عرض الليلة سيكون. هل تريدين بناء رجل ثلج؟ نعم، أريد بناء رجل ثلج. أنت فعلت هذا؟ أوه لا، لقد كنت رائعة هذا بالأمس. لقد كنت مذهلة، مثل حقا كنت جيدة. لقد انتقلتما من كره بعضكما إلى محبة بعضكما بهذه السرعة. أنتم حقا مثل الأخوة. حسنا، أحب مجلس الإدارة العرض، وهذا يعني أننا سنحصل على مزيد من التمويل للعام المقبل. لقد كنت على حق بيكا، الأشياء العظيمة تحدث عندما نعمل معا. نعم، انظري من هنا. أو زاك، هذا لطيف جدا، لكن لا يمكن القبول ذلك. شارلوت في الواقع، أو في الواقع هي ليست لك، هي من أجل بيكا. لا لا، مستحيل. آسفة زاك، لكن لست مهتمة. آسفة. بعد رؤيتكما تتقاتلان لأجل ريموند، أنا بالتأكيد لن أمر بهذا الأمر.